أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، أبدأ وإياكم من الميثاق، حيث جاء هذا المقال يقول: لا يخلو نظام التعليم في العراق اليوم من التأثيرات الخارجية وحتى الداخلية. خارجيا أصبح النظام رهينة للتدخل السياسي، وداخليا يعاني من التلاعب البيروقراطي، حيث هناك قدر كبير من المحسوبية، والمحسوبية بالنسبة للطلاب والكوادر التدريسية نتيجة لتأثر البنية الأساسية لنظام التعليمي بسبب الوضع الشاذ الذي يمر به العراق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. فالاحتلال أنشأ طبقة كبيرة من ذوي الضمائر الميتة ومكنها من التغلغل في كل مرافق ومؤسسات الدولة، الذي سرب أسئلة الامتحانات الأخيرة مؤخراً هم عينة من هذا النتاج الفاسد، ستستمر في تسمم حياة الأجيال الصاعدة والواعدة طالما اختفى الرقيب والحسيب، وطالما ظلت ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة سائدة. تتمدد فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط لتمثل واحدة من أبرز مصاديق ضعف مؤسسات الدولة على ضبط أعمالها، حيث إن عدم قدرة وزارة التربية على اختيار أشخاص مؤتمنين يعد مثالاً على باقي مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها التي تخضع جميعها لمبدأ المحاصصة المقيت. مشاكل نظام التعليم في العراق تبدأ بالفساد الإداري وانعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة ونظام الجودة الضعيف وسوء المرافق التعليمية ونقص كفاءة المدرس وعدم تنفيذ سياسات التعليم والتعليم بلا فلسفة أو اتجاه أو انخفاض معدلات الالتحاق والتسرب على نطاق واسع والتدخل السياسي والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي وسوء الإدارة والإشراف ونقص البحث التربوي والإداري والأكاديمي. يمكن حل المشاكل المذكورة أعلاه من خلال صياغة سياسات وخطط عقلانية وعن طريق ضمان التنفيذ السليم للسياسات. إن وجدت النوايا الحسنة، وهذا ما لا يمكن تصوره في ظل النظام القائم، الفساد في العراق هو العامل الرئيس المساهم الذي أثر بعمق على نظام التعليم في العراق. هناك نظام ضعيف للرقابة والمساءلة شجع العديد من العناصر الإجرامية في قمة النظام على اختلاس الأموال واستخدام السلطة بشكل غير قانوني وإعطاء مزايا غير ضرورية في تخصيص الأموال والتحويلات والترقيات واتخاذ القرار. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن العراق مدرج في قائمة أكثر الدول في العالم فسادا بسبب نظام المحاصصة وشيوع الفساد الإداري والمالي وتدني الأجور. أما في المدى، جاء هذا المقال يقول: نتفق أو تتفق الأنظمة السياسية الموصوفة بالتسلط والاستبداد مع الديمقراطية والحرية في مسألة الاهتمام بالعلم والمعرفة والسعي في مجال التنمية التعليمية وتطوير البلد المحكوم أصلاً صناعياً وزراعياً وحتى فنياً، وتمتين اقتصادياته بالعلوم وتقوية الدولة في المجالات التقنية وتشجيع الدراسات والبحوث والإبداعات العلمية والمعرفية. ولكن أحزاب السلطة في العراق تناصب العداء للعلم والتقدم بحسب الكاتب حيدر نزار السيد سلمان في صحيفة المدى. منذ عام 2003 نبذ سلطوي العراق هذا النمط وأهملوا إرث رعاية العلم والعلماء ودعم المبدعين والمفكرين، وتجاهلوا إنشاء مراكز المعارف والبحوث الرصينة، وانشغلوا بدلاً عن ذلك وباهتمام بالغ بالنزاعات السياسية والطائفية والتمييز على أساس المذهب والدين والعقيدة السياسية حتى بين المتخصصين الخبراء، فهذا منا وذاك من الغير في انحراف سلوكي غير معهود. وبدل إلى الاهتمام لمراكز العلوم كأساس لنهضة البلاد وتقدمها، كان اهتمامهم الأكثر صراحة بمفاتن السلاح والقوة المؤسسة على خلفيات عصبوية وروابط تقليدية وليس على أساس قوة وطنية بإطار جامع بين التنوعات الاجتماعية ودامج لها معززة لوحدة البلاد ودرع لهيبتها.
انصبت جهود السلطويين على استعادة روابط تقليدية تمثل علاقات التشتت والتمزق الاجتماعي والمعيقة لسلطة الدولة وقوتها كالعشائرية والمناطقية والدينية، وحلت هذه محل التواصل مع العلماء والمبدعين وأساتذة الجامعات ودعم التعليم الرصين. وبدل إقامة المؤتمرات العلمية وتكريم ومكافأة المبدعين وتحفيزهم على المزيد من النشاطات العلمية ذات المنافع الخادمة اجتماعياً واقتصادياً وصناعياً وزراعياً، راجت بشكل مثير للدهشة تجمعات ومؤتمرات عشائرية برعاية سياسية فخورة بعظمة الفعل والإنجاز المتحقق. وتداول سياسيون مع زعماء عشائريين وفئات اجتماعية غير متخصصة بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية بإقصاء واع أو غير واع للعلماء والخبراء والمتخصصين. ومثلما حدث ذلك استنفرت كل الإمكانات لتنظيم وإقامة مهرجانات وتجمعات حافلة غير ذي نفع أولاها السلطويون باهتمام باذخ في الوقت الذي لم تنظم مثلها في الحقول العلمية. في كتابات نقرأ: يحظى الدستور بمهابة واحترام كبير في الدول التي تنتهج نهجاً ديمقراطياً صحيحاً صادقاً حتى يصل إلى مرحلة التقديس أحياناً، لأنه يكون صمام الأمان والمرجع في الحل عند حدوث أي مشكلة وأزمة سياسية، لأن بنود الدستور وفقراته تتناول وتتضمن كل الجوانب السياسية والاقتصادية. وكلما كتب الدستور بلغة سهلة رشيقة واضحة وبمواد وبنود وفقرات مفهومة وغير معقدة وقليلة، كلما حظي بالقبول والرضا والاحترام. والسؤال هنا للكاتب علاء كرم الله: هل كان الدستور العراقي الذي كتب بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق وصوت عليه الشعب بهذا المستوى من المضمون وسهولة الفهم وبعيد عن التعقيد؟ الجواب كلا، ومع الأسف فقد تفاجأنا بأن الدستور العراقي حمال أوجه كما يقال. كل فقرة وبند فيه تقبل التفسير والتأويل بعدة صور وأوجه وأشكال، حتى تشعر بأن الدستور كتب لغرض إثارة المشاكل لا حلها، وبالتالي صار الدستور ممجوجاً ومكروهاً ومنبوذاً ولا يحظى بالاحترام من قبل جميع العراقيين. والمضحك المبكي في دستورنا أن كل الفاسدين والخارجين عن القانون والمجرمين ومن نهبوا المال العام هم أكثر الناس تكلماً والتزاماً بالدستور، فجميع السياسيين وقادة الأحزاب وحتى مقدمي البرامج السياسية وضيوفهم كلهم يتكلمون بالدستور وباسمه وفقراته، بل إن الدستور العراقي يكاد يكون أكثر الدساتير بالعالم الذي كثر الكلام عنه واختلفت الآراء والتفاسير على مواده وفقراته وبنوده بين السياسيين. ويبدو أن الدستور العراقي كتب بلغة مطاطية قابلة للتأويل والتفسير لأكثر من وجه ووجه، حتى قيل بأن شياطين الدنيا كلها تكمن في مواده وفقراته وبنوده. وغرابة أخرى في أمر دستورنا هو أن السياسيين عندما يختلفون وما أكثر خلافاتهم وعندما يرجعون على مواد الدستور وفقراته تبدأ الاتهامات فيما بينهم، وسرعان ما يصف بعضهم البعض بأنه لم يفهم مواده بشكل صحيح وهو من خالف وخرق الدستور، حيث يرى كل طرف بأن رأيه وطرحه مطابقا للدستور في حين يرى الطرف الآخر خلافا ذلك تماما. تبقى الحقيقة ضائعة وغائبة في معرفة من كتب دستورنا وبأي لغة كتب ولماذا كتب بهذا الشكل ولماذا أريد له أن يكون حمال أوجه وجلابا للمصائب وليس مرجعا لحلها. في مجلة ناشونال انترست جاء هذا المقال يقول: بينما تشهد المفاوضات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة تعثراً، لسيما وسط مطالب إيرانية برفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب، يظل التساؤل هنا الذي يطرح نفسه: هل يمكن للإدارة الحالية تلبية هذا المطلب؟ ويقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زادة في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست إن البيت الأبيض أعلن يوم الأربعاء أنه سيفرض عقوبات جديدة على شبكة إيرانية لتهريب النفط
وغسل الأموال كذلك تتألف من 10 أفراد وتسع شركات في عدة دول مختلفة. وقال المسؤولون الأمريكيون على وجه التحديد والخصوص إن عمليات الشبكة كانت موجهة من قبل الحرس الثوري الإيراني الإسلامي التابع للنظام، وإنها تلقت أيضاً دعماً كبيراً ملحوظاً من روسيا التي من المتوقع إلى حد كبير أن تعتمد بشكل أكبر على التهرب من العقوبات على الطريقة الإيرانية في مواجهة العقوبات الدولية واسعة النطاق المتعلقة بالغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا مؤخراً. بقدر ما تستهدف العقوبات الجديدة الحرس الثوري الإيراني، يمكن القول إنها من بين أقوى المؤشرات حتى الآن على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الإبقاء على جميع الضغوط القائمة أو التوسع فيها. وسبق أن واجهت الإدارة انتقادات من مختلف الحلفاء الأجانب والمشرعين الأمريكيين، بما في ذلك بعض من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس، لرفض استبعاد احتمال إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. زاد إن النظام الإيراني فرض مطلب الشطب من لائحة الإرهاب خلال المفاوضات في فيينا، والتي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وبدأ أن طهران تتمسك بمطلبها أكثر في آذار مارس بعد أن توقفت المفاوضات نتيجة للمطالب الروسية بأن العقوبات الجديدة على موسكو لن تتداخل مع التوسع المحتمل للعلاقات التجارية الروسية مع إيران. وأعلن المسؤولون الروس في وقت لاحق بشكل غامض أنهم تلقوا التأكيدات المطلوبة، لكن نفس التوقف لا يزال قائما حتى يومنا هذا، حيث قال المفاوضون الإيرانيون أنهم لن يعودوا إلى فيينا إلا من أجل التوقيع على اتفاق يعكس الإذعان الأمريكي للمطالبة برفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة. ومنذ ذلك الحين أصبح احتمال هذا التوقيع قاتما، وتوصل بعض الخبراء إلى استنتاج مفاده أن مفاوضات فيينا والاتفاق النووي قد انتهيا فعليا، على الرغم من أن الحكومات المشاركة لا تزال ترفض قبول ذلك على هذا النحو. أما في ساندي تايمز جاء مقال نقرأه، حيث يقول: قال الجنرال سير ريتشارد بارونز قائد القوات المشتركة البريطانية سابقا في صحيفة ساندي تايمز إن المعنويات تتراجع تماما مع تزايد خسائر القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن حوالي 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في منطقة دونباس بشكل يجعل من الضروري إرسال أسلحة متقدمة لمواجهة المدفعية الروسية هناك. وقال إن العالم تسمر واندهش منذ شن روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بشباط فبراير، حيث تفوقت قوات قليلة العتاد ولكنها مصممة على القوة العسكرية الحديثة والجرارة، لأن الوضع تغير الآن تماماً، حيث تكافح القوات الأوكرانية لوقف تقدم القوات الغازية وتتكبد هي الأخرى خسائر فادحة. ويقول إن الأخبار في منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا أخبار قاتمة. النصر السهل الذي حققته أوكرانيا في العاصمة كييف وخاركيف ربما سيصبح من الماضي، حيث أصبح خمس الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة الروس والجماعات الموالية لهم. وربما استطاع الرئيس فلاديمير بوتين تحقيق انتصار تكتيكي وإن كان فارغا لأكبر حماقة في السياسة الخارجية يرتكبها. وقبل الحرب كانت قدرة القوات الأوكرانية في دونباس هي 30,000 جندي، أما اليوم فقد أصبح معظمهم من المتطوعين بمن فيهم مدرسون وسائقو سيارات ممن ليس لديهم الخبرة العسكرية، وتطوعوا للدفاع عن بيوتهم ومدنهم وليس للقتال في خنادق المعركة. وهناك تقارير عن تراجع كبير في معنوياتهم، ذلك أن القادة الروس يركزون القصف المدفعي والجوي على مواقع الأوكرانيين، وأن أي هدف ضربته القذائف الروسية لم يتحرك من هذه التجربة. فلو قامت 6 مدافع بالضرب مرة واحدة فهي قادرة على تغطية مساحة بحجم ملعب كرة قدم، وبأثر مدمر على كل واحد، ولا يمكن للجسد الإنساني تحمل الشظايا الحديدية، ولا يمكن أن يوفر بيت أو سيارة غير مصفحة الحماية. ويعتبر حس العزلة وعدم اليقين مدمرا حتى للشجعان، ويحفر الجنود الخنادق بأكبر عمق يستطيعون الوصول إليه،
ولكنها ليست كافية للحماية، فهناك حاجة لملجأ من الإسمنت أو خندق بعمق 20 قدما محصن بطريقة كافية للحماية، كما أن القصف العشوائي المستمر يجعل من التحرك مخاطرة كبيرة، ولهذا فمحاولة إجراء الجرحى من ساحة المعركة أو الحصول على تعزيزات وأمدادات يظل خطيراً. حذرت صحيفة نيويورك تايمز من تكرار السيناريو السوري في أوكرانيا بعد مرور 100 يوم تماماً من الحرب في ظل عدم وجود أي حل يلوح في الأفق. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأزمة السورية مؤخراً مستمرة منذ 11 عاماً تماماً وسط دائرة من الحرب والدمار البشري وخيبات الأمل الدبلوماسية. وقال عمار السلم عضو القوة البيضاء، وهي منظمة إنقاذ تعمل في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون ومعظمها في شمال غرب البلاد، إن التواصل العالمي بشأن سوريا أصبح غائبا تماما ولا يوجد تحرك بشأن سوريا، وأنا آسف جدا يقول أن أقول إن هذه الحرب انتقلت إلى أوكرانيا، نفس تكتيك الحرب يحدث الآن في أوكرانيا ونفس المعاناة. وينتهي السماح باستخدام نقطة العبور هذه الساري منذ عام 2014 في 10 تموز يوليو، وسيتطلب تصويتا في مجلس الأمن في مطلع تموز يوليو. تهدد موسكو بعرقلته عبر استخدام حق النقض الفيتو. وقالت توماس غرينفيلد من مركز لوجستي للأمم المتحدة قرب ريحانلي على بعد 3 كيلومترات من الحدود التركية السورية، علينا أن نمدد العمل بنقطة العبور هذه، يجب أن نواصل تسليم هذه المساعدة. ورأى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر الإنساني ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا. وقالت السفيرة الأمريكية إن الوضع رهيب هناك والناس يعانون، مؤكدة أنه إذا لم يتم تجديد العمل بنقطة العبور هذه فإن ذلك سيؤثر على ملايين السوريين. وأضافت ختام زيارة استغرقت 24 ساعة لتركيا، سيؤدي ذلك إلى تفاقم المعاناة وزيادة عدد النازحين وربما عدد الأشخاص الذين قد يحاولون عبور الحدود مع تركيا. ووجهت السفيرة الأمريكية رسالة إلى ملايين اللاجئين قائلة لم ننسى سوريا. وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في سوريا مارك كاتس إن عملية المساعدات الإنسانية كانت الأكبر في العالم، حيث تم تسليم أكثر من 56,000 شاحنة من الإمدادات منذ عام 2014، استفاد منها نحو ما يصل إلى 4 ملايين شخص في سوريا، بما في ذلك ما يقدر ب1,700,000 يعيشون في الخيام. وتفكر أنقرة في إعادة أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري إلى بلادهم، كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم عسكري جديد في سوريا ضد المقاتلين الأكراد لتهيئة ممر آمن لعودة اللاجئين بحسب نيويورك تايمز. وفي خبرنا اليوم، توصل علماء الأحياء والباحثون في جسم الإنسان إلى اكتشاف بالغ الأهمية من شأنه أن ينقذ حياة ملايين البشر، ومن شأنه أيضاً أن ينعش عالم التبرع بالأعضاء وزراعتها في المستقبل، وهو ما يعني بالضرورة إنقاذ حياة الملايين من البشر الذين يعانون من فشل في بعض وظائف الجسم. وتوصل العلماء في أحدث اختراق طبي إلى أن الكبد البشرية قد يبقى حياً خارج الجسم لعدة أيام، وهو ما يعني إتاحة الفرصة بشكل أكبر وأوسع لزراعة الكبد أو نقله من شخص إلى آخر، بما يؤدي إلى الحفاظ على حياة الكثير من المرضى في العالم. وقال تقرير نشره موقع ساينس أليرت واطلعت عليه القدس العربي إن توسيع بلورات الجليد يستغرق 7 ساعات فقط لإتلاف الأنسجة الرقيقة، تاركاً نافذة أقل من 12 ساعة لتقييم ونقل وزرع العضو الجديد، وهذا لا يخلق أزمة وقت هائلة لإجراء عملية دقيقة فحسب، بل يتلف العديد من الأعضاء. لكن اختراقاً جديداً يمكن أن يحسن إلى حد كبير مشهد زراعة الكبد، فقد أبقى العلماء كبداً محفوظاً لمدة 3 أيام في ظروف غير مجمدة،
قبل زراعته لدى مريض ونجحوا في ذلك بحسب ساينس أليرت. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.